كان الاجتماع الحقيقة اجتماع كان ممتاز، تطرقنا فيه لبعض الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الأشهر الماضية. لدينا 5 اتفاقيات حاليا للتعاون في مختلف المجالات. تجاربنا السابقة كانت تجارب الحقيقة موفقة، وساعدت السلطنة على تجاوز الكثير من التحديات التي تواجهها. فالحمد لله الاجتماع كان طيب وبناء، وأبدى المدير العام سروره وسعادته للتعاون مع السلطنة. شكراً.